السائلة تقول في هذا السؤال: ما حكم السفر بالطائرة بدون محرم، علما بأن محرمي ودعني في المطار الأول ثم استقبلني المحرم الثاني لي في المطار الثاني، وذلك بأن سفري كان ضروريا؟ لا أرى جواز السفر، أعني سفر المرأة بلا محرم، لا في الطيارة ولا في السيارة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فإن قال قائل: إن الطائرة لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قلنا: نعم، هي غير معروفة، لكنها معلومة عند الله عز وجل. ولو كان الحكم يختلف لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام بيانا شافيا، إما تصريحا أو إشارة. فلما لم يستثني شيئا من ذلك، علمنا بأن سفر المرأة بلا محرم محرم بالطائرة وغيرها. وأما قول بعضهم إن الطائرة بمنزلة السوق، بمنزلة الأسواق التي يتكلم فيها النساء والرجال بدون محرم، فجوابه أن يقال: السوق ليس بسفر، والحكم الشرعي معلق بالسفر، فما دام ركوب الطائرة من بلد إلى بلد يسمى سفرا فهي مسافرة. وأما تعليل بعضهم أو تعلل بعضهم بأنها في الطائرة آمنة لكون محرمها يشجعها حتى تركب والآخر يستقبلها إذا وصلت، فهذا ليس بصحيح، أي ليس تعللا صحيحا. أولا، أن المحرم المشيع الغالب أنه لا يصل معها إلى باب الطائرة، وأنها تبقى في صالة الانتظار ثم تركب مع الناس. ثانيا، أنه على فرض أنه أوصلها إلى باب الطائرة وركبت أمام عينه، فإن الطائرة قد يأثريها ما يمنعها من الإقلاع، إما لخلل فني أو لتغير جوي أو لأي سبب، وهذا يقع. فإذا قيل للركاب تفرقوا، فمن الذي يؤويها؟ وإذا قدر أنها قامت وأقلعت في الوقت المحدد، فهل استمرار سيرها مضمون إلى المطار الذي قفلت؟ لا، غير مضمون. قد يحدث في الجو في أثناء طيرانها ما يمنع هبوطها في المطار الذي قفلت، وقد يكون فيها خلل فني كتعذر نزول الكفرات مما يجعلها تذهب يمينا وشمالا إلى مطارات أخرى. فإذا ذهبت إلى مطارات أخرى وحبطت في المطار، فمن الذي ينتظرها هناك؟ ثم إذا سلمنا وفرضنا أنها وصلت إلى المطار المقصود بسلام، فمحرمها الذي يقابلها، هل نحن نضمن أن يأتي في الوقت المحدد؟ لا نضمن ذلك. في الواقع قد يعثريه نوم أو مرض أو خلل في سيارته أو زحام في الطريق أو ما أشبه ذلك من الموانع، فلا يأتي في الوقت المحدد، وتبقى إذا نزلت المطار تبقى أين تذهب، فيحصل بذلك شر. وهذه المسائل وإن كانت نادرة وبالألف مرة واحدة أو ب10,000 مرة واحدة، ما الذي يمنعنا أن نقول: لا تركب الطائرة إلا بمحرم، امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي، ونسلم من هذه التقديرات كلها. فنصيحتي لأخواتي ولأخوان المسلمين أيضا أن يتقوا الله عز وجل، وأن يمنعوا نساءهم من السفر إلا بمحرم. الحمد لله الأمر متيسر، حتى لو كان لمحرمها شغل يمكنه أن يركب بهذه الطائرة ويؤديها إلى أهلها أو إلى المكان الذي تريده، ثم يرجع بطائرة أخرى، أو يكون المحرم الثاني مستقبلا لهما يأخذها معه، وهذا يرجع بطائرة. جزاكم الله خيراً.